طيب الحقيقة بس قبل ما أكمل كلامي مع كابتن أحمد سيد، بيان رسمي نزل من الاتحاد المصري لكرة القدم في تدريب المنتخب اليوم، راح للشناوي حتى التأكد من حالته وتدريبات استشفائية لصلاح. أدى المنتخب الوطني اليوم تدريبه المسائي بمشاركة جميع اللاعبين استعدادا للقاء نظيره ليبيا مساء الجمعة، فيما أدى محمد صلاح الذي انضم لفريق اليوم بعض التدريبات الاستشفائية، بينما لم يتمكن محمد الشناوي من إكمال التدريبات لإصابته بكدمة استوجبت إراحته حتى التأكد من حالته من خلال الأشعة التي سيجريها صباح الغد. أنا قلت لحضراتكم في بداية كلامي الحقيقة النهاردة أن أنا يعني جات لي بعض الأخبار فيما يخص هذا الأمر في محمد الشناوي، هو كان حاطط تلج الحقيقة على رجله، وبرضه عايزك برضه يا احمد تشترك معايا في النقطه دي لانها نقطه مهمه جدا. هو كان حاطط تلج على رجله، ولكن اللي انا فهمته ان هو قد يكون شد خفيف في العضله الخلفيه ولا حاجه. هم دلوقتي في اتحاد كره القدم بيقولوا كدمه، نتمنى ان هي تطلع كدمه وكدمه بسيطه، ويلعب الشناوي يوم الجمعه ويوم الاثنين، وان شاء الله يلعب مباراه النيجر.